تخيلوا حضراتكم مصر بيتحرق فيها سنويا حوالي 100 مليون شجرة موز. النهاردة هنقدم لحضراتكم حل مهم جدا للتخلص من هذه الأشجار وتحويلها إلى ألياف من الموز. هذه الألياف بيتباع طن فيها ب 300 ألف جنيه، يعني كنا بنحرق ثروة حقيقية. خليكم معنا. تخيلوا حضراتكم بيتحرق سنويا في مصر أكتر من 100 مليون شجرة موز عملاقة عشان يتخلصوا منها بعد حصاد الموز. باختصار، زراعة الموز بتعتمد على خلفات الشتلة الأم، يعني في أول سنة بنزرع شتلة الموز الأم، وبعد كده ولمدة 5 سنين ويمكن أكتر بتظهر خلفات جديدة للشجرة الأم وبتتقطع الأم اللي أنتجت، ونسيب جزء من الساق عشان يغذي الخلفة الجديدة. وطبعاً مزارع الموز عايز يتخلص من مخلفات أشجاره ومش بيلاقي حل غير حرقها وفوراً. تخيلوا بقى لو لقينا فكرة جديدة للتعامل مع مخلفات أشجار الموز وبتكسب ذهب، ويمكن لأول مرة تتطبق في مصر والشرق الأوسط، وهي استخلاص ألياف الموز أو حرير الموز، وهو منتج بيماثل الكتان وسعره كشعر ما يقلش عن 300 ألف جنيه للطن الواحد. اللي أسس صناعة استخلاص ألياف الموز في مصر هو السيد إبراهيم الحضري، رئيس شركة مملكة الموز، واللي نجح في إنشاء 50 موقع على مستوى الجمهورية لتجميع أشجار الموز بعد تقطيعها، وكمان صنع ماكينات استخلاص ألياف الموز بعد استيرادها من الهند لأول مرة، وأنشأ موقع لتجهيز ألياف الموز بشكل نهائي في منطقة مشتهر ببنها. تعالوا نقابل إبراهيم الحضري رئيس شركة مملكة الموز عشان نتعرف على ألياف الموز وإزاي بيستخلصوها. دخلت صناعة جديدة لمصر من كذا سنة، واجهت معاناة كبيرة جداً، محدش فاهم إيه الصناعة دي، ولكن في النهاية حضرتك انتصرت الحمد لله. يعني ألياف موز؟ جبت الشغلانة دي منين؟ عايزين نتعرف عليك، احكي لنا كل حاجة، كل التفاصيل. أنا مؤسس شركة مملكة الموز، ليا قصة من 8 سنين سافرت الهند، عجبني المشروع زي أي. عرفته منين؟ عرفته من على اليوتيوب. استخلاص ألياف الموز. استخلاص ألياف الموز، كنت مهتم، كان لسه مصطلح ريادة الأعمال لسه بادئ في مصر، وكنت حابب أشوف المشروعات والعالم بيفكر إزاي، فعجبتني القصة جدا بتاعت الموز، الاستخلاص الألياف. شفتها، نزلت ابتديت أزور مزارع، اكتشفت أني للأسف أن بيتحرق الشجر وما فيش استفادة منه خالص، فأخدت المبادرة. أكتر من 100 مليون شجرة موز في مصر بالزبط بنقطعها وتتحرق الناس مش عارفة توديها فين، يا إما يرموها في النيل يا إما يحرقوها. الموقع اللي احنا واقفين فيه ده، الرماد اللي في الأرض ده حريق زي ما حضرتك شايف، ده قبل لأن احنا ابتدينا ننتشر من 3، يعني الناس هنا ما عندهمش خلفية بالموضوع بتاعنا، أو ده أثار الناس. احنا هنا خلينا نفهم بقى يعني ألياف موز استخداماتها ايه، الصناعات اللي بتدخل فيها، بنستخلصها ازاي، كل الكلام ده هنشوفه. احنا عندنا مقدمة بسيطة، في حاجة اسمها ألياف طبيعية زي الكتان زي السيزل زي ألياف الموز، حاجات تانية 3-4 زي القط بتدخل في صناعات كتير، في صناعات كتير اولها الغزل والنسيج ملابس الجاهزة. فاحنا بنستخلص هذه الألياف نتيجة ماكينات احنا بنصنعها. بتصنعها؟ بالظبط. ازاي بنصنعها؟ صناعة محلية. أنا لما روحت الهند جبت الماكينات وبتدينا نطور عليها. معروفة في الهند الماكينات دي؟ معروفة في الهند ولها أشكال كتير، إحنا خدنا شكل وطورناه، ولازال إحنا عندنا، كنا بنحتفل امبارح بإصدار الجيل الثالث من الماكينات. دي المكنة اللي بتحول الصاج ده لألياف؟ بالظبط. احنا ما بنبيعهاش، احنا عندنا بيزنس بلان مختلف جدا، انت بتاخد فرانشايز او بتاخد توكيل، بتبقى جزء من الشركة بتاعتي عشان مملكة الموز. مملكة الموز عشان يبقى عندنا ألياف كبيرة. حضرتك رحت الهند، قدرت تنقل الصناعة بالكامل؟ يعني ادوك كل أسرارها
المعلومات متاحة في كل مكان، ولكن كان هناك طبعا تعاون، لأن أنا لما رحت من 8 سنين ما كانش في بلدين ثلاثة في العالم عملوا المشروع. إحنا بالمناسبة المشروع إحنا تعتبر من أوائل الناس، يعني هم يدوبك عملوا المكنة وابتدوا يشتغلوا لارج سكيل، أنا نزلنا جبنا نقلنا اشتغلنا. طبعا ما حصلش البوم ده أو حصل النجاح الكبير ده غير في الثلاث أربعة أشهر اللي فاتوا. الموز مش زي ما الناس فاهمة، هو الموز مش ثمرة أكل فقط، الموز بيطلع منه 43 صناعة تفوق أكتر من 40 منتج. طب أنت وصلت لغاية النهاردة؟ احنا وصلنا خلاص بننتج. انتجنا ايه؟ او رقم واحد الماكينات دي هناك، هي مصانع بتعمل الماكينات بس، عملنا صنعناها بمكون محلي قد ايه؟ بمكون محلي عدا الموتور بس 100% عدا الموتور اللي هو اللي بيستورد، اللي هي الموتور اللي كل مصر ما بتصنعوش، يعني اللي هو الموتور العادي. اللي عملنا البنانا فلاور اللي هو دي الموز الاخضر، وهو منتج مخصص للتخسيس وللناس اللي هي عندها. عملته من ايه؟ من الموز الاخضر. فانت عندك بتبيع الالياف لمين؟ احنا حاليا بنستخدم نصها في الانتاج الوسادات بتاعتنا اللي هي اورجانيك. سوات لمين تاني؟ لمصانع الكتان بياخدوه منك. وعملنا منه زي اللي اسمه الدبارة، اللي هو يعني ان شاء الله احنا في خلال الشهر ده هنطلع خلاص الحبال بإذن الله. دلوقتي تعالوا نزور موقع تجميع الياف الموز او حرير الموز بعد استخلاصها في المواقع اللي جهزها إبراهيم الحضري، وأضاف ليها ماكينات استخلاص الألياف الخاصة بأشجار الموز. أستاذ إبراهيم الحضري، إحنا كده في المرحلة الثانية لتصنيع ألياف الموز أو حرير الموز. عاجبني عدد العمالة، لو كلمنا في 50 موقع بالعدد ده يبقى حاجة عظيمة جدا. ثانيا منتج بيتباع، ثالثا منتج منافس جدا للبردي، البردي ليه سوقه وأكيد ألياف الموز ليها سوقها. هنا بنعمل إيه وبيطلع من هنا على فين بقى؟ هنا المرحلة النهائية صح؟ بالظبط، هنا المرحلة النهائية لشغلنا. احنا بنعمل ايه؟ احنا بننتج ثلاث حاجات زي ما اتكلمنا، الالياف والسماد اللي هي المية والرايش التاني اللي بيطلع سماد صلب. هنا احنا المرحلة الاخيرة، الالياف بتجيلنا من المواقع، بنبتدي نعمل لها تنظيف. ده بعد لما بتعدي على المكان اللي بيسلخها او بيستخلص، اللي هو استخلص، بتيجي هنا تخش في مراحل التنظيف. عندنا 10 شغالين، طبعا هي مهنة تناسب السيدات لان كأن يعني فيها جزء تمشيط وفيها جزء المكنة. تطلع بقى هي كرو ماتيريال او مادة خام زي ما حضرتك شايف، تخش في صناعات تانية. ممكن بقى لو زي ايه مثلا، هدخلها في الاحبال بيبقى لها معالجات تانية، هتدخل في الورق يطلع منها بلب او يتعمل منها ورق على طول دايركت. اللي بالمناسبة الورق ده بيعدي اكتر من 1000 عام العمر الافتراضي. 1000 عام؟ 1000 عام. ده مين الدولة اللي بتصنعه؟ ده اول ما بدأ الموضوع ده واهتموا بالالياف دي اليابان، وهي في الإرث الياباني، ثم بعد كده الهند والبلاد اللي هي بيصنع منه ملابس زي الكتان. طبعا تطلع منه ملابس، المتر بيعدي $1000. انت مقسم كل واحد ليه دور صح كده؟ طبعا. احنا نفسنا كشركة، لان الموضوع له صناعات كبيرة، يعني مثلا انا بطلع الميه دي كيمياء سماد، فاهل السماد ايه؟ كل العناصر الغذائيه الموجوده في شجره الموز، العناصر الغذائيه كلها. تعرف ان انا بروح اشربها، يعني اجيب كوبايه كده وتمشيها على شجره الموز تشرب ميه. أيوة، نقيه جدا بطعم الموز. هي لها اغراض علاجيه. اولا الميه دي احنا بنحاول نسجلها دلوقتي لانها بتعالج حصوات الكلى، الافيورا اللي هو الهنود، وعاملينها وبيبيعوها وكل حاجه. فاحنا واحده ستيب باي ستيب احنا هنطلع منه كل شيء. يعني احنا الالياف بتيجي هنا، الياف الميه بتروح مصانع اسمده، الرايش بيروح مصانع اسمده اللي هي الاسمده اللي كومبوست. هي الكومبوست العادي اللي قدام حضراتكم دي اسمها شيماء حسين، مديره موقع تجهيز الياف الموز، وهتشرح لحضراتكم مراحل العمل بعد استخلاص الالياف من الدرجه الاولى والرايش اللي بيدخل في صناعة الحبال. انتي تخرجتي من آداب صحافة جامعة بنها صح كده؟ أيوة. والنهاردة مديرة موقع استخلاص ألياف الموز. الموز دخلتي ازاي القصة دي واشتغلتيها ازاي وتعلمتيها ازاي؟ فاهمينها بالراحة. دكتور إبراهيم جاب الألياف وقال ان احنا عايزين نصنعها ننظفها، فكان الموضوع في البيت الأول. الألياف جت ابتديت انا بلتها وبقيت اطرحها بالمشط كده عادي، فلغايه لما وصلت للنتيجه اللي هي تبقى نظيفه، ننظف منها الالياف.
بدأ بعد كده قال إن احنا ناخد مكان، الموضوع كبر والناس بدأ يوزع المكان، فموضوع كبر فبقينا خدنا بقى المكان ده، وابتديت أنا بقى نشتغل من هنا من المكان ده. بيجي بقى بتجينا الألياف بنستلمها من كل المواقع، هنا المكان الوحيد اللي بيستخلص أيوة الألياف النهائية. الألياف تمام فبناخد الألياف بنستلمها وبنشوف الأول فيه في ساعات فيها بايظ، ده بنركنه على جنب. الألياف السليمة هي اللي بناخدها نبتدي نشتغل فيها، نبلها وبتخش على مكنة التنظيف. نبلها أولاً؟ الأول تتبل وبعدين تتصفى شوية من المية، وبعدين تخش على مكنة التنظيف عشان نشيل أي رايش أو شعر ملوش أيوة لازم. تمام. وبعدين مكنة التنظيف تنظفها حاجات بسيطة كده، وبعدين كده بقى البنات بعد كده بيكاملوا تسريح بالمشط برضو فيها علشان تنضف وتوصل بقى لدرجة النقاء اللي احنا عاوزينها. بتحددي درجاتها ازاي بقى؟ حسب الشكل كده ولا ازاي؟ لا، بيبقى في رايش كده في قلب الشعرة بتاعت الألياف، فلازم الرايش ده ما يبقاش موجود خالص في الألياف، لازم تخلصي عليه. ما يبقاش فيها اي رايش خالص، تبقى سليمه كأنها شعر طبيعي كده، وبيخرج منها بالشكل ده على التصدير او المصانع اللي احنا بقى وظيفتنا احنا بس بنخرجه بهذا الشكل. بعد كده بقى التسويق بقى ده على تيجي عربيات تستلمه من عندكم خلاص. بالظبط كده. بتديكي قد ايه يوميا يعني؟ 100 كيلو في اليوم. 100 كيلو. تدريب الناس ده تم ازاي؟ والله الاول ابتدينا معاهم اسبوع بالألياف ووريناهم الطريقة إزاي، وبعدين بدأوا إن هم بقى يشتغلوا خلاص بعد كده عرفوا الطريقة، لأن هي مش محتاجة يعني مش محتاجة، هي عملية صناعية معروفة خطواتها وسهلة. أيوة وبسيطة. صحيح كده؟ أيوة بالظبط. طب بالزبط. ليه السيدات هنا مثلا في القرية هنا في مشتور أو في مدينة مشتور ما يشتغلوش مع كل سيدة ببيتها تاخد كمية وتشتغل، يعني بدل ما يجي الألياف دي من المزارع على هنا تروح على كل واحدة تشتغل كمياتها ببيتها؟ هو هنا كده الافضل، لان هنا بيبقى فيه الميزان بنوزن الحاجات، ولازم انا كمان ابقى شايفه الالياف عامله ازاي عشان ليها درجه نظافه معينه مش اي حاجه، ويبقى كده افضل يعني. في حاجات نشرينها جوه، في حاجات نشرينها في الشمس، الفرق مفيش فرق ولا حاجه، هو بس ما هنالك ان الحبال عايزين تبقى كميه كبيره عشان تاخد يعني. فاللي بينشف بنخليه يهوى بره شويه، وبعد كده نجيبه جوه يكمل بقى بقيه ان هو الطريقه النشفان بتاعه. تعالوا بقى نزور واحد من مواقع استقبال اشجار الموز اللي بقى مشروع رائع جدا في محافظات الجمهوريه. هناك بيستخلصوا اليافها، وبجد ليها دور عظيم جدا في ايقاف كارثه محارق الموز اللي كانت بتبقى موجودة في كل مزارع الموز على مستوى الجمهورية. وهنقابل الشاب إبراهيم مختار، مؤسس موقع تجميع واستخلاص الألياف في بنها. إبراهيم مختار، أنت صاحب موقع بتجمع فيه مخلفات الموز أو السقام بتاعت الموز، تبدأ تشتغل أنك تحولها لألياف، صح كده؟ تمام. دي أحد المواقع التابعة لشركة مملكة الموز. تمام. اقتنعت بالمشروع ليه؟ دخلت على النت ولقيت المشروع كويس، هم اللي بيتكلموا عنه يعني؟ تمام. وعن يعني في ناس جربت وبيشكروا من خلال النت وكده، فانا عجبني الفكره واتصلت على الدكتور ابراهيم. بقالك قد ايه النهارده شغال على استخلاص الياف الموز؟ 13 يوم. 13 يوم. تمام. يعني لسه لا دوت لا حلو ولا وحش. تمام. صح كده؟ تمام. طيب شايف الدنيا رايحه لفين معاك؟ ان شاء الله. انا شفتك انتجت كميات كبيره جدا. ان شاء الله. ما بتنامش. متفائلين خير. طب يعني الطن بكام؟ احكي لنا العقد بينكم عامله ازاي؟ ما هو عايزين نطمن عليك. العقد مكتوب فيه ان الطن الالياف ب 100,000. انت بيكلفك كام عشان تجيبه لغايه الموقع عندك؟ ما انا بحسب في ورقه ولسه هجمع اخر الشهر. عمر ابراهيم الحضري طالب بكليه الطب، وهو شريك مؤسس في شركه مملكه الموز، وتفرغ تماما لدراسه ملف تصدير الياف الموز لمختلف اسواق العالم. تعالوا نقابله. الألياف دي النهاردة كل يوم بيزيد عدد الناس الشغالة فيها، وبالتالي لازم نفتح أسواق اليوم بره، صح ولا لا؟ بالظبط. بتفكر إزاي؟ إحنا حالياً درسنا خريطة الألياف الطبيعية دي بصورة مادة خام عالمياً، لقينا إن سعر الكيلو الواحد ممكن يتراوح من $3 لحد $15 على حسب استخدامه في الصناعات المختلفة، مثلا سواء ان هو يدخل في صناعة المنسوجات والحبال، او ان هو يبقى سعره غالي جدا ويستخدم في الهير اكستنشن باروكات والويج والحاجات دي، يتصبغ وهو ليه يعني قابلية ممتازة جدا لان هو يتحمل الاصباغ ما بتروحش منه بسهولة، تبقى للرسته والكلام ده بالظبط. تمام. فاحنا حاليا بندرس بقى ان احنا ان شاء الله نصدره على طول كمنتج مش كمادة خام. تفتح ابواب
تخبط؟ أكيد أكيد أكيد. حاليا برضو في الهند شركات زي مثلا شركة رافي إكسبورتس، دي شركة بتنتج كميات ضخمة جدا من ألياف الموز في الهند بصورة رو ماتيريال، مادة خام، مجرد من المصنع على طول تتنظف كتنظيف مبدئي زي ما شفنا في مصنع التنظيف، التمشيط ده، التمشيط بالضبط. وبعدها تتصدر على طول، تتعبى في حزم وتتصدر. في أمريكا معظم الولايات هناك بيبقى عندهم قوانين إن صناعة التيشيرتات والملابس لازم يكون فيها نسبة محددة من الألياف الطبيعية تكون موجودة فيها، لازم صحيح. ما ينفعش البوليستر أو الألياف الصناعية، فبالتالي هم بيستهلكوا بكميات كبيرة جدا. فدي يعني وي احنا ماشيين فيه ان احنا نصدرها كرو ماتيريال، ده طبعا كموضوع مبدئي مرحلة اولى، ولكن احنا هدفنا تشوف الناس دي بتصنع ايه بالظبط كده. الاحبال دي احنا دلوقتي برضو بنتعاقد مع مصانع هنا محلية في مصر بحيث ان احنا نصنع من المنتج الخام ده احبال ومختلف انواع المقاسات من اول 6 ملي لغاية ال 56 58، وبعدها ان شاء الله يتصدر بره. يستخدم جدا جد بيطلب جدا جدا في المارينز، لان هم المارينز السفن بتبقى ضخمه جدا بيحتاجوا الاحبال دي بصوره دوريه. مشروع استخلاص الياف الموز بيحمينا من محرقه سنويه لحوالي 100 مليون شجره موز، واحنا ضحاياها، وبالتالي لازم دعمه ومساندته من وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية ونشر ماكينات استخلاص الألياف من أشجار الموز في جميع مناطق زراعة الموز على مستوى الجمهورية.